ياسر السيالي للنجع اللي حول الكرة لصالح عبد الهادي. عبد الهادي بحثا عن العرضية تلعب الكرة السريعة. الله جول. إذا الحزم يتقدم أولا في هذه المباراة عن طريق إذعار العتيبي. إذعار يسجل العتيبي يتقدم بالحزم بأول أهداف هذا اللقاء. إذا الحزم بعد محاولات عديدة يسجل ويتقدم عن طريق إذعار العتيبي. حاول مرة مرتين ثلاث، إذا لم تفشل فلن تعمل بجد، ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص النجاح. يذعار إذعار العتيبي يتقدم في هذه المباراة لصالح الحزم. هنا الاحتفالية الهولندي أولا جول أم ناصر الصيعري يتصدى يتقدم. أولا جون أولا جون. الله، من الصعب أن تقول له لا، من الصعب أن يرى المرمى ولا يسجل، من الصعب أن لا يهز الشباك. إذن في المرمى يا أولا جون، في المرمى يا الهولندي يتقدم بالحزم بالهدف الثاني. إذا أولا جون الهولندي يتقدم بثاني الأهداف. شاهد معي، الله على الحطة، على الهدوء، على الاحتفال. الحزم بالثاني يتقدم عن طريق أولا جون. شاهد أيضاً